إذن مشاهدينا الكرام، للحديث عن تطورات في غزة وعن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال مع منعه وصول المساعدات، معنا من اسطنبول أحمد الحيلة، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكم. وكذلك نرحب بضيفنا عبر سكايب من عمان، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، الدكتور أيمن العاني. حياكم الله. نبدأ منك دكتور أيمن، ماذا تعني على الصعيد الإنساني هذه الجريمة أو المزرة لنصفها التي ارتكبها الاحتلال قرب دوار النابلسي في شمال غزة؟ تحية لك أخي الكريم وللضيف العزيز ولجميع المشاهدين. حقيقة هذه المجزرة تضاف إلى يعني مئات المجازر التي يعني اليوم نحن نتحدث عن قرابة 3000 أو 3000 مجزرة حدثت في غزة خلال الأشهر الخمس الأخيرة. فلدينا كم هائل من المجازر. هذه المجزرة طبعا هي التي جعلت أو تعدى فيها الأعداد الضحايا أو الشهداء، الأعداد المؤكدة للشهداء تجاوز 30,000 اليوم. فهذا كله حقيقة مؤشر لمزيد من الجرائم، مزيد من الإمعان حقيقة في الإجرام من قبل الكيان الصهيوني بحق المدنيين طبعا. وبنفس الوقت هو نوع من العقاب الجماعي والانتقامي من المدنيين الذين صمدوا ورفضوا أن يعني يخرجوا من مناطقهم ورفضوا التهجير. هذا طبعا أيضا من باب العقاب الجماعي، وزيادة على ذلك وهو مسألة التجويع والتهجير، وكله حقيقة يعني إمعان في إذلال المواطن الغزي بشكل كبير. لأنه تعلم جنابك والجميع يعلم أن الجيش الاحتلال الصهيوني لم يحقق أي إنجاز عسكري يذكر على الأرض طوال هذه الأشهر الماضية، وبالنتيجة هو لا يمتلك سوى أنه يعني يصب جام غضبه على المدنيين. وكما تؤشر هذه المجزرة حالة الإرباك الشديد لدى الجنود وحالة يعني التخبط، هنالك حالات أيضا لعدم إطاعة الأوامر وطرد للجنود من قطاع غزة ولا سيما من مناطق الشمال التي يعني يذكر أو الجميع يعلم أن العدو الصهيوني دخلت قواته هذه المناطق منذ الأيام الأولى من الحرب، لكن لا تزال الأمور يعني غير مسيطر. هو هذا مؤشر على عدم سيطرة الاحتلال في هذه المناطق، ولكن بنفس الوقت هو إمعان في إذلال والإجرام بحق المدنيين كما ذكرته لكم. أيضا أستاذ أحمد الحيلة، كاتب والمحلل السياسي، نرحب بك مجددا. لماذا في هذا التوقيت برأيكم يصعد الاحتلال هذه الانتهاكات والجرائم مع مطالبات العالم بعقد تهدئة تفضي إلى إيقاف لإطلاق النار قبيل شهر رمضان؟ الاحتلال الإسرائيلي أستاذ نصير في هذا التوقيت بالذات هو يستخدم المدنيين يعني شكلا من أشكال الضغط على جبهة المقاومة. فالاحتلال اليوم يستخدم العقاب الجماعي، يستخدم الإبادة الجماعية، يستخدم التجويع، يستخدم التعطيش لإنهاك الجبهة الداخلية الفلسطينية وتحويلها إلى حالة كارثية ليضغط فيها على الحاضنة نفسها ويضغط فيها أيضا على المفاوض الفلسطيني. فنحن نتابع من خلال الأيام الماضية المفاوضات التي تجري عبر الوسطاء وخاصة الوسيط المصري والقطري فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بهدنة 6 أسابيع تنسحب على شهر رمضان وفترة الأعياد. هذه مسألة ثانية مهمة
الاحتلال الإسرائيلي لابد أن نستحضر بأنه قام أساساً منذ اليوم الأول على فكرة الإبادة وعلى فكرة تهجير الشعب الفلسطيني بأرضه. عندما نتحدث في 48، عندما قام بتهجير 70% من الفلسطينيين، وعندما قام بهدم وشطب 500 مدينة وبلدة فلسطينية على امتداد فلسطين التاريخية، هذا يوضح تماما أن هذا المشروع هو مشروع استئصالي إحلالي. وبالتالي ما يجري في قطاع غزة هو عبارة عن صورة مكثفة ومركزة عن سياسة الاحتلال الإسرائيلي التي ينتهجها منذ 75 سنة. كان في 48 يفعل ما يستطيع ويفعل ما يريد دون أن تكون هناك كاميرا ولا صوت ولا أقمار صناعية ولا سوشيال ميديا ولا تلفزيونات ولا بث مباشر، وبالتالي كان يعني يفعل ما يفعله في الظلام. أما الآن فحقيقة الاحتلال أنه يمارس نفس العقيدة، يمارس نفس النهج، يمارس نفس القناعات التي بني عليها هذا المشروع الصهيوني في المنطقة. ولكن في هذه المرة يرتكب المجازر والإبادة وعملية التدمير الممنهج في قطاع غزة أمام الكاميرات وأمام مرأة ومسمع العالم، وهذه هي الفارقة. ولذلك ما يجري اليوم نعم هو امتداد لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الذي قام منذ عام 1948 على هذا النهج وعلى هذه السياسات. ولعلنا كلنا تابعنا التصريحات التي تخرج على ألسنة كافة وزراء الاحتلال الذين يتجاوز عددهم 10، الذين تحدثوا بشكل واضح عن رفض الكيان الفلسطيني، رفض الدولة الفلسطينية، وتحدثوا عن قتل الفلسطينيين بقنبلة نووية كما تحدث وزير التراث الياهو، كما تحدثوا عن عمليات القتل على اللسان بن كفير. فبالتالي هذا الاحتلال اليوم يجاهر تماما بفكرة القتل والإبادة والتهجير. ولعل ما يجري في الشمال اليوم هذا شكل من أشكال العمل المزدوج، بمعنى الإبادة المباشرة ودفع الفلسطينيين للتحرك من الشمال باتجاه الجنوب لتفريغ شمال قطاع غزة لمرحلة تالية قد تكون هي عنوانها استهداف المناطق الوسط بالجنوب من خلال عمليات عسكرية مكثفة قد تفضي في أحد احتمالاتها إلى إخراج يعني أعداد كبيرة من الفلسطينيين باتجاه سيناء. واضح. نعم. من هنا دكتور أيمن، ما المسؤوليات الآن في ظل هذا الوضع الإنساني الحرج، ما المسؤوليات الملقاة على مجلس الأمن الدولي، الأمم المتحدة بشأن ذلك؟ وهل عجز العالم والأمم المتحدة بالوسائل المتاحة كافة إلا عن إنزال الطعام بهذه الطريقة؟ في الحقيقة أخي الكريم، اليوم غزة تقاتل العالم أجمع، يعني أو بالعكس العالم أجمع يقاتل غزة. يعني اليوم الجميع متورط بهذه الحرب بشكل أو بآخر. نعم يوجد تفاوت في النسب في المشاركة، لا شك أن الولايات المتحدة تتحمل العبء الأكبر من هذه المسؤولية، لكن الجميع من دون استثناء يشارك في هذه الحرب ضد المدنيين في غزة. الجميع يعني على أقل تقدير هو شاهد زور إن لم يكن مشاركا بشكل مباشر، لأن ما يجري اليوم في غزة جريمة إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة، بل تعدى يعني مفهوم الإبادة الجماعية. ينبغي اليوم على العالم أن يضيف لهذا المصطلح، يضيف مفاهيم ومناطق أخرى، لأنه اليوم الإبادة الجماعية تفنن فيها بها العدو الصهيوني. ويعني لماذا؟ لأنه يعلم أنه بعيد عن المساءلة، بعيد عن المحاسبة، على الأقل بالوضع الراهن يعني اليوم. والجميع يعلم أن هنالك تواطؤ كبير، بل ضوء أخضر لهذا الكيان بأن يتمم جريمته على هؤلاء المدنيين الذين لا حول لهم ولا قوة. لكن هو الصمود الشعبي في داخل قطاع غزة وكذلك بسالة المقاومة الفلسطينية يعني حقيقة جعلت العدو في موقف
يعني المصدوم والمندهش كثيرا. يعني هنالك كما ذكرت إمعان في الإجرام، لماذا؟ لأنه يعني يريد أن تكون له الأرض يعني خالية من أهلها، من السكان الأصليين، والكل يعلم هذا الموضوع. ومن يتحدث كل هذه الأمور، يعني اليوم تتحدث هذه الدولة أو تلك عن مسألة حل الدولتين، وهو مفروغ منه في داخل الكيان الصهيوني، الرفض واضح لهذا الحل بشكل كبير. أما بالنسبة يعني إنزال المساعدات، حقيقة هذه يعني مسألة يعني المضحك المبكي. يعني اليوم نعم، لأنه يعني هذه المساعدات أخي أولا هي لا تمثل يعني 1% من المطلوب اليومي لقطاع غزة. نعم، كلها مجموعها اليوم يعني نتحدث عن 16 عملية إنزال أو 18 عملية إنزال، هذه كلها حقيقة غير كافية ولا تمثل 1% من الحاجة اليومية. بنفس الوقت هو مسألة يعني مثل ما يقول أنه يعني إعطاء مزيد من الوقت لهذا الكيان، باعتبار أنها لفت انتباه اليوم. نعم، نريد أن نسقط المساعدات، وكأن أمريكا الولايات المتحدة لا تستطيع أن تفعل شيئا، وكأنما هذه الدول التي تزود الكيان الصهيوني بالأسلحة وبالذخائر وبالمعدات وبالتكنولوجيا وبالمعلومات الاستخباراتية، هذه كأنما هذه الدول لا تستطيع أن توقف هذا المد الهائل من المعلومات والمساعدات نعم والأغذية نعم والأسلحة والذخائر، وكأنما هذه الدول لا تستطيع أن تفعل شيئا. وبالنتيجة اليوم يعني لدينا مشكلة كبيرة إذن حقيقة. وفق هذه الأزمة دكتور أيمن، أعتذر منك، سؤال لأحمد الحيلة، وفق ما يحدث وما تفضل به الدكتور أيمن العاني، إلى أي مدى بات مطلوبا الآن إخراج ملف الإغاثة الإنسانية بعيدا عن ملفات التفاوض الجاري حاليا في باريس؟ لأن هذه الناحية لها الأولوية، هذا الملف الإنساني. وأستاذ نصير، فيما يتعلق بجعل ملف الإغاثة الإنسانية ملف للتفاوض، هذا مرده إلى حجم الكارثة أولاً، ثانياً مرده إلى يعني عجز المجتمع الدولي على توفير الأمن الغذائي والأمن الإغاثي للمدنيين، اللي هذه تعتبر حقوق طبيعية وليست منا وليست اشتراطات سياسية. الأمر الثالث حقيقة اللي جعل وأنجح الاحتلال الإسرائيلي في جعل ملف الإغاثة وملف الطعام وملف المياه والأدوية ملفا للنقاش السياسي، هو صمت الدول العربية وانصرافها عن القيام بواجباتها القومية والقانونية تجاه الفلسطينيين، تجاه الإغاثة. ولذلك الآن عندما يتم الحديث بعد 5 أشهر عن إنزال بالطائرات لمرة واحدة أو لمرتين أو ل3 مرات، ما الداعي لهذا الإنزال؟ هل لأن معبر رفح معبر إسرائيلي؟ معبر رفح وضع مرض مصري فلسطيني، لماذا المعبر لا يدخل الشاحنات؟ مع الإشارة بأن الأمم المتحدة تحدثت في تقاريرها بأن المساعدات الإنسانية تراجعت منذ بداية شهر يناير إلى الآن بنسبة 50%، وهذا أمر ملفت، مع الإشارة بأن منظمة التغذية العالمية أوقفت نشاطاتها في الشمال لأن الاحتلال الإسرائيلي يمنعها من دخول الشاحنات. أنا أعتقد أن هذه المشكلة ليست برسم الاحتلال، لأن طبيعة الاحتلال هي طبيعة متوحشة، لكن المسؤولية تقع على الأطراف الأخرى. لماذا 57 دولة عربية إسلامية تأخذ قرارا في الرياض في 11 نوفمبر من العام الماضي، قرارا واضحا بالإجماع
لكسر الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات فورا. هذا يشكل عبارة عن نص حبر على ورق. أعتقد أنه الدول العربية تتحمل مسؤولية. وأضف إلى ذلك أستاذ نصير، إذا كانت الدول العربية لديها القدرة لإنزال الأغذية للطائرات، لماذا لا تنزل هذه الإغاثة يوميا؟ لأنه لا يوجد وقود للطائرات العربية. هل لأن الطائرات العربية منشغلة بأشياء أخرى؟ أعتقد أنه هذا التصرف هو شكل من أشكال ذر الرماد في العيون قبيل رمضان، لسببين أساسيين: للقول بأن الدول العربية تفعل ما تستطيع، وأنا أعتقد أن هذا ليس استطاعة أكبر من ذلك، لكنها لا تريد أسباب متعددة. أما المسألة الأخرى فهي شكل من أشكال تنفيس الاحتقان في المنطقة، الاحتقان المتصاعد على دور الأنظمة العربية الحقيقة بين قوسين، الذي خذل الفلسطينيين المدنيين، خذل الأطفال، خذل النساء، على أن يوصل لهم الطعام الذي لا يبعد عن قطاع غزة سوى عشرات الأمتار ما بين الحدود المصرية والحدود الفلسطينية. نعم، واضح أستاذ أحمد. أيضا على عجالة مع الدكتور أيمن، الآن كما أشرتم أيضا في أثناء حديثكم، يعني الحديث عن انتصار مزعوم حاسم في هذه الحرب كما يتوعد نتنياهو أن يطلقه دائما في أثناء تصريحاته، ألا يعني مزيدا من هذه الجرائم؟ وما الإجراءات التي يجب اتخاذها دوليا دكتور أيمن لوضع حد لهذه الجرائم التي تزداد؟ أخي الكريم، العدو الصهيوني يمعن في الإجرام حقيقة لإفشال حتى هذه المفاوضات التي يعني قد يعني يبني عليها بعض في الداخل. طبعا الصهيوني قد يبنى عليها ك يعني انفراج او ماذا او ما يعني ما الى ذلك، لكن في الحقيقه يعني الحكومه، حكومه الكيان الصهيوني، معنيه بافشال هذه المفاوضات، ومعنيه ايضا بالدرجه الاولى باخراج حماس بانها هي سبب في افشال هذه المفاوضات. لانها تعلم جيدا انه يعني لا تستطيع اليوم، لم تتمكن خلال الأشهر الماضية مع كل هذا الدعم الكبير واللوجستي والاستخباراتي، كل هذا الجهد العسكري الكبير، لم تستطع حكومة الكيان الصهيوني أن تفعل شيء. يعني الجيش الصهيوني يتحمل الخسائر الفادحة بشكل يومي خلال هذه الأشهر الماضية. الزخم المقاومة وإمكاناتها على الأرض لا تزال يعني ترسل رسائل إلى الجميع بأنها موجودة وموجودة بقوة ومتحكمة بالوضع، على الرغم من التضحيات الكبيرة، على الرغم من يعني ما تم تدميره وما تم قتله وما تم تهجيره، لكن مع ذلك لا تزال هي لها الكلمة الأعلى. وبالنتيجة هذا كله حقيقة، وهو يعلم جيدا يعني نتنياهو وحكومته يعلمون جيدا أن هذه الأهداف التي جاء بها هي أهداف لا يمكن تحقيقها ولا يمكن أن يحقق شيئا منها. إذن لا يمكن تحقيقها دكتور أيمن، عذرا. نعم. في يعني آخر دقيقة، هو معني أنه يجعلها غير، هو معني أنه يجعلها يعني غير أو مستحيلة. يعني هو معني أن يجعلها مستحيلة حتى يطول أمد الحرب، لأنه يعلم جيدا أن هذه الحرب هي طوق النجاة بالنسبة له شخصيا، لأنه تعلم له يعني عليه كثير من الأمور. وبنفس الوقت هو يعني يقول بأن هذه الحرب هي حرب وجود بالنسبة لهذا الكيان، لأنه يعلم جيدا أن هذا الكيان إلى زوال. وإلى زوال قريب بإذن الله تعالى. إذن شكرا جزيلا لك من عمان، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين دكتور أيمن العاني، حياكم الله.